حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. خصماني يا ناديه، جيتي معايا ليه يا حبيبتي؟ حبيبتي بس انتي مكبره الموضوع شويه. زميلتك مكبره الموضوع؟ بقى اقول لك تعقليها، تقومي تقويها عليا. لا 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 لا، انا مش بقوي حد، هي عاليه مستنيان هنا اقويها عليكي، طول عمرها ماشيه بدماغها اصلا. بس انتي يعني مش حاسه ان انتي مكبره الموضوع؟ قوليها شويه. ده راجل متجوز. كان كان كان. طب مخلف؟ تقدري تقولي لي تخش معاه في علاقه زي كده ليه؟ صباح الخير. يا صباح الفل يا انكل، ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. انت ايه حكايتك يا بنتي؟ وانا ما اشوفكيش غير لما تيجي تعملي تحاليل وبعد كده تروحي وتقولي عدولي. معلش معلش، غصب عني اتشغلت في كذا حاجه، بس انا جيت في ميعادي اهو وجبت لك ناديه معايا عشان تطمنها، عشان هي مش عايزه تصدق ان انا كويسه. بصي ده كلها انا عارفه انك انت كويسه، بس مش عايزاكي تزعفي على نفسك. يا ستي سيبيها تتعافى. ما تخافيش. يلا روحي على اوضه التحاليل ولما تخلصي خليهم يبعتوا لي النتيجه. حاضر. دول وحشوني اصلا جدا، عايزه اشوفهم. على اذنك. وحشتيني. مش وقت الكلام ده خالص دلوقتي يا عادل. انا عايز افهم مين فيهم مطلع زرابينك؟ عالية الأسبوع اللي فات قالت لي موضوع كده، كنت عايزة أخد رأيك. رأيك يا عمة؟ كعادل. ايه مالك بس يا حبيبي؟
روح اشرب شاي هناك كده واقعد كده واستريح مع نفسك. في ايه يا سليم؟ في ايه؟ مفيش حاجة هنا. أنا بس خلق إيديا. طب لا لما أنت مخنوق كده إيه لازمة الممرض؟ ما أنا موجودة أهو. ما ينفعش يعني ما ينفعش. هو اللي ما ينفعش. هو أنت بتتكسف ولا إيه؟ أنا اللي كنت بغير لك وأنت لسه في اللفة وأنت قاعد. أنا دلوقتي مش في اللفة يا هنام، مع إني مش عارف أتكلم ولا أتحرر زي العيال الصغيرين. معلش ما هو الدكتور عرفنا إني هتاخد وقت وبعدين هيتوه منك الكلام ساعات. معلش ساعات. طب أنت رايح فين يا سليم؟ تعالي يا عايزة. مش عايز تاكلي؟ لا انا مش جعانة. جعانة ايه؟ انت هتعملي اضراب عليا انا كمان. حسنا انا مش عاملة اضراب على الاكل اصلا. ايه ده؟ متهزريش. وانت لا بتاكلي ولا بتشربي وقاعدة بتعطلون في البيت. انا قلت بتعملي كده عشان نبقى مع بعض يعني. هو انت لذيذ كده مثلا؟ يعني لذيذ كفاية عشان تحبيني. انت فرحان فيا؟ اه طبعا فرحان. مبسوط انك بتحاولي تعملي كل ده عشان نبقى مع بعض. على الأقل بتحسين إنها اخترت صح يعني. عشان موضوع الجواز تاني ده ما كنتش بفكر فيه أصلا. أنا بقى اللي غيرت لك رأيك. عارفة عليا؟ أنا مقدر خوف مامتك ده على فكرة. طبيعي جدا إنها تخاف. وعلى قد ما أنا مقدر الخوف ده على قد ما أنا مبسوط بيكي اللي أنت بتحاولي تعمليه. أنت بتحاولي تتغيري وبتحاولي تعملي حاجات كتير عشان الموضوع ده يكبر. لأن أنا في الآخر مقدرش أكون مع واحدة أنا خايف أو شاكك. انا ممكن تسيبني في نص الطريق. حسنا انا عمري ما هعرف اسيبك اصلا وانت عارف كده صح؟ انت اكتر واحد وقفت جنبي في اكتر وقت صعب عدى عليا وساعتين الاقي نفسي اللي عمري ما كنت هعرف الاقيها اصلا. طيب يا ستي حس كده بقى يبقى تاكل ولا ايه؟ طيب احنا ورانا بقى شغل كتير في المطعم ف ممكن قوي تاخدي اجازه النهارده. لا اكيد انت عارف ان الشغل بيبسطني. خلاص انت روح العيله وانا هسبقك المطعم وفي حاجه هكلمك. اتفقنا. قولي بس راح فين؟ يا بنتي اهملي اهملي بقى. اعمل ايه يا بابا؟ ما انا كل شويه بكتشف ان في حاجه ناقصه. يا سلام، انت تعمل رحله لمده يوم واحد في مصر فقط، يعني لو ناسي حاجه تجيبها وانت جايه. بابا نعم. خلي بالك من زوزي. ومالك يعني ايه الاحساس العميق؟ طب ما هو بيروح يوم واثنين وثلاثه عند ابوه ما يحصل لكيش الاحساس ده ليه يعني؟ لا بيبقى هو اللي سايبني مش انا اللي سايباه. كدية زي امك. عموما انت اللي اخترتي وانت تستحملي كل الوظايف. سبتيها ورحت الوظيفه القديمه بتاعتك دي، خلاص استحمليها بقى، استحملي حلوه او مرها. انت ليه محسس ان انا كل يوم كان بتعرض عليها وظيفه شكل؟ انت عملتها من ورانا، عملتها لوحدك ومع ذلك معلش انت اللي اخترتي ومع ذلك خلاص معلش. انا بشجعك دي بس خشاني بقى وخليك جدعه فاهمه؟ يلا بابا خلاص العربيه جت ادعي لي. يلا خلي بالك من نفسك. ربنا يوفقك. خلي بالك من زوزي. خلي بالك من ماما. الف سلامة. ادعي لي يا بابا. ادعي لي. وبابي اتصلوا كتير قوي زمان قوي. باي 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 باي. هي وحشة قوي كده؟ لا خالص خالص. كدابة؟ خالص. أنا كنت هقول لك ما تجيبي شوية توريك من بتوعك أجربهم قبل ما ننزل. سامعاك يا سليم. ومفيش نزور من البيت النهاردة. أنت مش لسه كنت في الشارع من يومين؟ هي صورة يعني جلسة العلاج دي هتحسبوها عليا خروجة؟ انا مش هقدر اقضي كل الوقت ده في البيت. اكتر من كده انا كنت هقول لكم هقطع شعري بس خلاص راح. طب انا على فكره في شويه نبته ممكن تتسلى فيهم كده وتقطعهم لو عايز. امين انا بتكلم بجد. ما تيجي ننزل نلف بالعربيه؟ لا يا حبيبي انا كبرت على اللفلفه في العربيات يا سليم.
بعدين الصراحة هنية عندها حق، انت المفروض تريح النهاردة، حابين نبقى ننزل بكرة بعده. بكرة؟ اه. شفت؟ اهو تسمع كلامها هي المرة دي. هنية ما تقعدي جنبنا. لا لا لا، انا لسه فطرانة لسه. اقعدي جنبنا. لا لا لا. بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح اوضتي. ما تيجي ندخل اوضتي. بقول لك ايه يا امينه؟ جو الثانوي ده مش هيطول معايا. قصدك ايه؟ قصدي 4 أو 5 شهور كفايه تجهيز للفرح. انت بتتكلم جد؟ انا لو ما كنتش بعمل جلسة علاج كنت اقول لك نتجوز بكره. بكره مستحيل مستحيل. اخر الشهر ممكن. بص بقى، البيت كامل من كافه مجاميعه من الابره للصاروخ، ولو عايزاني نغير لك فيه حاجه هنهد لك الحيطان من اول وجديد. يعني يا دي النيله، يعني يا دي النيله، ما تسيبيني احب البنت. اول حاجه لما نتجوز نغير الكلام. اه موافقه 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 جدا. ماشي. بصراحه انا مش فاهمه الموضوع ده يا عادل، ازاي واحده عندها 24 سنه تتجوز واحد ارمل مخلف بنت وكمان البنت عايشه معاه؟ انا مش قادر افهم انت ايه مشكلتك. مشكلتك ان هو عنده بنت ولا ان بنته عايشه معاه؟ الاثنين الاثنين. بصراحه الموضوع ده هوت مش صح. ايوه بس ده اختيارها يا نجم، مش من حقك انك انت تتدخلي فيه. وبعدين عاليه مش عيله صغيره. لا عيله صغيره، كل يوم وتاني بتتعلق بحاجه شكل تزهق منه بعد شويه. انا خايفه ان الموضوع ده يبقى حاجه من الحاجات دي. مش من حقك كمان ترفضيه من باب، هي كمان ممكن تعند اكتر، ممكن تتمسك بيه اكتر. بصي انا من رايي انك انت تشوفيه، جايز تغيري رايك. على كل حال محدش عارف، يمكن هي كمان بعد يومين تسيب. عليا برضو بنتنا مش هنسيبها كده تتجوز خط لزق. ايوه بنتنا ما تبصليش بالشكل ده، انا في مقام ابوها، مش هنسيبها تغلط في حق نفسها هي كمان. اتاخرت يا موزه، كنت لسه هكلمك. أنا مش فاهمة بتفكري إزاي في الجواز وإنتي لسه بتتقمصي زي العيال. بجد؟ I love you I love you I love you والله. أنا لسه ما وافقتش. ليا تحفظات. بس يعني ممكن أقابله وأتعرف عليه. إيه يا هبلة في إيه؟ البنت اتهبلت أكتر من مهبولة. اصل ماما وافقت. انا ما وافقتش، انا قلت بس نقابله. يا اختي ما تحبكيهاش، لكن عايزه اعرف بقى ايه اللي خلاكي تغير رايك؟ يعني فكرت في كلامك وكلام امينه وقلت يلا، يعني ممكن نقابله. حسن ما اختارش ظروفه يا ناديه، واحنا بعد اللي مرينا بيه عارفين كويس قوي يعني ايه حد ما يختارش ظروفه. قابليه قبلي وبعد كده حكي. ماما ايه؟ حسن مستعد قبلك بكره. اهدى اهدى، في ايه؟ ايه الصربعه دي كلها يا بنت؟ اهدى اتقالي شويه، هيقول عليك ايه؟ مجنونه. ما هيقول عليه ايه؟ طب على ذكر الصربعه بقى، وبما اننا متجمعين في الخير دايما ان شاء الله. ها سليم طلبني للجواز؟ لا. الله. والفرح اخر الشهر. ها؟ أه؟ ها؟ حلو قوي. اتجوز من اول الشهر. ده انت طلعتي اجن مني. اجن منك مستحيل.
اخر الشهر يا مجنونه؟ ايه المنطق في كده؟ ده انت لو فكرتي من دلوقتي يا امينه لاخر الشهر عشان تجيبي فستان فرح مش هتعرفي تعملي كده. جنان جنان يعني. ده حقيقي بس المنطق خلاص من ساعه ما عيد مشي ما شفتوش تاني الله يرحمه. وبعدين في حاجات كده بتبقي مش متاكده منها فبتاخدي وقتك تفكري لها. بس طالما انت مستعده ومفكره وحاسه وعايزه ليه تضيعي وقت وتستني بقى؟ طب انت متاكده ان انت بتحبي سنين يا امينه؟ متاكده قوي. بحبه يا بابا. وعارفه ان ماما طبعا شايفه ده جنان عشان وضعه لسه مش مستقر. بصي هو الجنان ده احلى حاجه في الدنيا. ايوه كده. وطبيعي يعني امك تخاف عليك. ما هي بتعمل كده مع عيني. عادي الصراحه ليها حق تخاف. بس انا حاسه ان سليم محتاجي في الفتره اللي جايه وانا كمان محتاجاه. المهم انت مبسوطه ومرتاحه؟ انا ده انا مرعوبه. انا فرحي اخر الشهر يا فندم. طب وليه ام الفرهده بقى اللي احنا فيها دي؟ بقول لك ايه، خلينا نشوف ايه ورانا نعمله يتعمل. اوكي الحمد لله ربنا مديكي بدل الاخت ثلاثة. هاي قبل العمليه كنا بنقول الورم ضاغط على نفوخك يعني. طيب بعد العمليه ايه اللي ضاغط على نفوخك؟ مش فاهم. الحب يا يحيى. مشكلة المستهترين اللي زيك لما بيحبوا بيتقلبوا مجازيب ويكحولوا على الآخر. يعني بتتريق؟ بتريق أيوه بس مش رافض يعني. أنت عارف أنا كان نفسي من زمان أجوزك وأفرح بيك وأحفادي بس أنا مش فاهم سر الاستعجال ده إيه. أنا مش فاهم يعني أنا آخد وقتي في قرار العلاج مش عاجب. ببقى عايز اتجوز بسرعه برضه مش عاجب. مش قصة مش عاجب. الاحسن بس ان انتوا تستنوا شويه لحد ما نطمن عليك يعني. يا يحيى اذا امينه نفسها موافقه انها تتجوز وتبقى جنبي ومش فارق معاها ايه اللي هيحصل قدام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، ما هي متكحوله زيك اصلا. طيب يا سيدي رتب لي ميعاد مع الحاجات دي. انت عارف لازم تتم حسب الاصول. شغل المجانين بتاعكم ده مش هينفع، ده جواز يعني. ماشي يا بابا هرتب لك ميعاد مع عمها ومع والدتي. بس عايز اطلب منك طلب، ما تتكش في الكلام عن موضوع الاحفاد. انت عارف مرض امينه والعلاج اللي اخذته يعني الله اعلم لو ربنا هيكرم كده كده الموضوع ده في ايد ربنا. انت نفسك متاكد انك هتقدر تعيش محروم من الاطفال طول حياتك؟ انا شايف الموضوع ده بالعكس. مش فاهم يعني يا يحيى. انا بحب امينه فاكيد هبقى عايز يكون عندي منها عيال يعني. مش هبقى عايز عيال وادور على اي حد اتجوزه. تسلم ايديك يا جميل. بس انا نفسي تبطلي طمع بقى. طمع؟ انا طماع يا راويه؟ عاجبك اللي بيحصل ده؟ هو في ايه بس يا ست اللي بيحصل؟ البنات وهيتجوزوا وهي دي اللحظه اللي بتستناها كل ام. حسن رحتي قابلتيه وعرفتي انه شاب ممتاز وشغله ماشي تمام التمام، وبعتي عمها كمان يسال عليه. سليم من اول ما قابل امينه وهو واقف جنبها بيموت فيها ويتمنى لها الرضا ترضى. عايزه لهم ايه بس اكتر من كده؟ ما بقولش حاجة يا راوية، بس ليه الصربعة دي؟ صربعة ايه بس يا ست انتي؟ مش قلتي ان الراجل كان عايز يأجل الجواز وأمينة هي اللي أصرت؟ طيب بنت أصول عايزة تقف جنبه لغاية ما هو كمان يقف على رجليه. أيوة بس عارفة إنها مش داخلة على حاجة جديدة. دي كل العفش قديم. عفش ايه بس وفرش ايه يا نادية اللي بتتكلمي عليه؟ مش هي دي الفرحة؟ انتي ناسية اليوم اللي جاب باباه وجه علشان يطلبها. الضحكه كانت ماليه وشه وجايبه من ودني دي للودني دي. المهم سيبك من الكلام ده كله، قولي لي نفسي اعرف انت وزوزو
هتعملوا ايه بعد ما البيت يفضح عليكم؟ انا شخصيا هدور لك على عريس عسليه من دلوقتي. ايه يا راوي؟ يا ستي يمكن اللي ما فلحتش فيه مع ساره افلح معاكي انت فيه. والنبي انت رايقه. عريس ايه؟ ما تقلقيش يا حبيبتي انا وصلت خلاص. لا ما قابلتوش بس وصلت. هو عنده دقن خفيفه كده؟ يبقى انا شفته خلاص. اوكي يا حبيبتي يلا هكلمك اول ما ازاي؟ ساره اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. معلش انا اسفه جدا ان انا اتاخرت. لا عادي ولا يهمك. اتفضلي اشربي حاجه. طيب لا ميرسي انا ماشيه على طول. انا بس جيت اديك الديبوزيت اللي انت وامينه اتفقتوا مع بعض عليه. يعني معقوله تيجي لحد هنا وما نشربش حاجه؟ قلت لك ان انا بخيل ولا ايه؟ لا بخيل ايه؟ دي بتقول فيك شعر. والله؟ والله. قالت ايه بقى؟ لا مش فاكره قالت ايه بس اول ما هفتكر هقول لك. المكان حلو. لحد دلوقتي مش مصدق. مش مصدق ايه؟ الصدفة. لو تشوفي أمينة وهي بتشتكي من سليم مش طايقاه ساعتها عمرك ما تتخيلي إن بعد كام شهر يعملوا فرحهم في نفس المكان. هي الصدفة دي دايما بتبقى أحلى حاجة والله. هي فعلا بتبقى أحلى حاجة. طب هتفرجني على المكان بقى ولا إيه؟ يلا اتفضلي. ماشي. احنا هنفضل طول يوم نحط في كراتين ما تخلصوا. حسوني تاخير مش مقبول في مواعيد الشغل. يعني في ايه يا حسن؟ ما انت عارف ان انا مسؤوله في حوارات مع امينه عشان الفرح بعد يومين. طيب هتاخدي اجازه لحد ميعاد الفرح. ما تقوليش انك هتبقي موجوده والاوردر يجهز والكراتين تجهز ودور عليك ما لاقيكيش. عندك حق انا اسفه. انت لسه زعلان؟ زعلان من ايه؟ من حوار فرح كيترينج امينه. من ايه؟ على سليم وابوه؟ والله هم عايزين بقى يجيبوا الكيترنج من اوتيل فايف ستارز هم براحتهم. المهم اتبسطوا. هم اللي خسرانين. اللي كسبانين. صحيح ده فستان ليلى عجبها واحنا بنتفرج على الصور فعملت لها اوردر اونلاين وجه النهارده. يا بس يا رب يجيبها اللون. جبت لها زي لون فستاني بالظبط. ومفتوح 17 متر زي فستانك بالظبط؟ لا مش 17 حوالي 15 كده. بس يا حسن انت لو اتاخرتي تاني احطك في الكراتين دي. مش كنا قعدنا في حته احسن؟ مش هينفع يا عمر انا لازم اروح اجيب الفستان ضروري. وبعدين انا مش فاهمه انت بتعمل كده ليه؟ ما بفهمش انا بصراحه حركاتكم دي خالص. تقعدوا 3 4 ساعات تجهزوا واحنا بنروح نستحمى ونضرب البدله وننزل وخلصنا. الكلام بقى بتاع كل الرجاله. الستات بتاخد وقت وهي بتجهز، تقول ساعه وتاخد 3 ساعات. واحنا بقى نتبلى عليكم ولا ايه؟ الستات بتعمل كده عشان تبقى حلوه في عينين الرجاله. بس انت حلوه من غير ما تقف قدام المرايه 3 ساعات. اعتبر دي معاكسه يعني. صح كده انتوا وحشتوني. ما انا كنت مستغرب زيك كده بالظبط. وقلت يعني انا عارفها بقالي قد ايه عشان توحشني يعني. بس لما انشغلتي مع اختك الاسبوعين دول بصراحه افتقدتك. وقلت دي وحشاني اكتر بكتير من واحده لسه بعرفها وبنخرج مع بعض. بس. يعني ما كنتش اجلت الكلمتين الحلوين دول بعد الفرح. كنت ابقى لابسه حلو كده وقاعدين في مكان حلو. بتكروتني انت على فكره يا عمر. يعني هما دلوقتي ما لهمش طعم مثلا؟ لا ليهم طعم. حتى هما متكروتني. صوتك ما كانش كويس خالص في التليفون. وبعدين انت قلت لي انك خليت السواق يجيبك هنا مش عند انكل فقلت يمكن تعب. لا انا كنت عايز اجي اقضي اخر ليله قبل الجواز لوحدي. انا مش مصدق ان انا بقول جواز كده عادي. لا انا هقول لك انت مش مصدق ايه. انت مش مصدق ان انت مقضي اخر ليله قبل الجواز لوحدك في البيت مش سهران وخاربها مع اصحابك. طبعا لا طبعا لا. انا بطمنك انا مش هغير رايي. كويس. عارفه
أو أول ما جيت هنا وبقيت لوحدي بعيد عن الناس والدوشة والدكاترة حسيت بالخوف. بس أنا بصراحة من ساعة ما اتأكدت إن أنا بحبك أنا خايف. خوف قوي كده؟ ولا انت خايف من الصحمنش اللي انت فيه؟ يمكن بصراحة مش عايز اسلبك. انا خايف ان انا في يوم من الايام بعد الجواز نصحى ونقول احنا عملنا بنفسنا كده ليه؟ قلت تجيبني وترعبني معاك صح؟ ما انت اولى من اي حد تاني انك تترعبي باللخبطه اللي انا عايشها. انت عارفه ليه حاولت ابعد؟ عشان اول ما عرفت ان انا بحبك الاحساس اللي حسيته كان اكبر من ان انا افهمه واستوعبه. فهمت؟ بس رجعت، ده المفروض يطمنك عشان ده مطمني انا. عشان كده قلت لك تيجي النهارده، عشان اول ما دخلت من الباب ده كل الخوف كل الرعب اللي كان جوايا راح. طلبات طلب الوحيد ان احنا كلنا ننبسط. يلا بينا. Your love's the rain, my heart's a flower. بص يا أمينة، هو احنا لو كتينا من الفرح حد هياخد جنب؟ لا أبدا، احنا حيلا العريس والعروسة. طب مش انت كنت عايزة يعني الفرح بطريقة مختلفة؟ ايوه بس طالما لبسنا وتعبنا نختاره بقى، ولا انت شايف ايه؟ هو بيتنظر بره. ده انت واقف لوحدك؟ طب بقول لك على فكره بقى، ارمي بقى دهنيك يمين وشمال كده. اعمل ايه؟ اصل انا جوزت البكر فاضل انت. شاور على اي واحده مننا بقى وخلص لك. نونه ابوس ايدك مالكيش دعوه بيا. ان شاء الله تدوبك يا صبان تطول ان انا فكرت في موضوع الجواز اصلا. بصراحه ما طولش يا نونه. لا يا عزيزي معلش، دي اخت العروسه ومحجوزه. شايف الشاب اللي زي القمر اللي جنب النخله ده؟ اهو قايل عليها، دور على واحده غيرها. دور على غيرها؟ اه. عايزه حاجه؟ لا. الف مبروك. ان شاء الله تتواكس.
ألف مبروك يا عم. أهلا يا شيخ، ما بالك فين؟ عقبالك يا حبيبي. لا أنا ما أقدرش على تفضل يا عم. ليه؟ ما صاحبك قاعد يقول كده والكعب أهو. وحشتينا. عملتوها من غيري يا سلام. وحشتيني يا تاج محل. ايوه طبعا. يلا بقى عشان كده حطوني في النص ويلا ناخد سيلفي مع بعض. حاضر يلا ناخد سيلفي. استني استني استني، انت في النص اهو. مبروك يا حلوين، باي. بالراحه يا زوزي، انتوا بتلعبوا. بس أمينة كل ثلاث ثواني تطلب مني حاجة، وماما أصلا ما بطلتش زن. بكرة تبقى أنت العروسة وتتأمري عليهم براحتك. أيوة بس أنا عايزة فرح بجد، مش على الهادي خالص كده. ولا أنت مش عايز تعمل فرح؟ لا والله أنا عملت فرح قبل كده، شوف اللي أنت عايزاه أنا أعمله لك. يا لوزة ما أقصدش والله. الله يعمل لك كل اللي انت عايزاه. لسه مش عارفه هعمل ايه. بفكر اخد اجازه شويه عشان اقعد معاك. بصراحه حكايه قعدتك لوحدك دي مش مريحاني. في ايه يا ماما؟ يعني اللي عارفه هياكلني؟ ماما معاها حق برضه. اكيد قلبها واكلها عليك. قولي لها يا مدام راوي، بس دي جبله. لا لا لا، اطمن عليها. ولو محتاجه اي حاجه كلنا موجودين. اه ده العشم برضه يا استاذ سليمان. نبيل كان بيقول لي انا بطمن على البيت اللي فيه طالما حضرتك موجود. انت بتروح اسكندريه ولا ايه؟ شوشو طبعا زهقت مني. ليه بس؟ عشان من ساعة ما نادي عرفت ان انت تعرف امينة وهريات طلبات طبعا صدرنا في الصورة. بالعكس ده انا اللي بتلكك عشان اجي اسالك لو عايزة حاجة. روح عشان تحبيك. ما شاء الله ربنا يسلمك. يا رب. اللي قولي لي بقى يا سارة، انت متأكدة انك ما اشتغلتيش في الايفنتس قبل كده؟ لا والله. بس فظيعة مش كده انت معاك؟ صح. انت بتشتغلي ايه بجد؟ مضيف، مضيف الطيران. طيران. كويس، ده انت على كده رحاله بقى كل يوم في بلد شكل. مش قوي يعني، اصل انا يعني قعدت فتره كده في البيت، فتره طويله شويه من عمر زياد ابني. ابني؟ امال بابا ما جاش معاك الفرح ليه؟ لا لا لا، احنا منفصلين مطلقين. اه برضه من عمر زياد ابني. طب اقول لك ايه؟ اروح اتمم مع اللي فوقك. اوكي استنيني هنا. او تروحي في حته. استنيني هنا. فمرة. على طول. أيوة. يلا. برتقان. هات برتقان لو سمحت. إيه فستان الشيء؟ فرح حلو مش كده؟ عقبالي. عقبالي إيه بقى؟ عقبال عالي. لا عليا لسه العمر قدامها طويل، دوره الباقي بقى عن طول عمره نفسه يفرح. بس البيت في الجنة نفسكيش؟ نفسي، قصدي نفسي أجوز عليا وأطمن عليها. بس تعرفي انتي بتفكريني بأول يوم شفتك فيه، كنتي لابسه فستان من عند اظن مدام إفلين، كان صنفر تالكة. يوميها بقى كنت حروت حروت نفسي ابوسك. وبصوا انا اتأخر. اهلا بك يا وفيد.
طبعا كيوبيد، مش انت السبب في الجوازه دي يا ست؟ ربنا يتم فرحتهم على خير يا رب يا رب. بقول لك كنت عايز افكر فيه بعد اذنكم. ها خير ايه؟ بدل ما انت قاعده مع الستات كده نقوم نرقص. نقوم ايه؟ نرقص. نرقص. طيب بقى عن اذنكم رايحين نرقص. انا رايي ياسمين موضوع الرقص ده مش هينفع خالص. لا 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 هتفوتي علينا رايح في الفرح. مش هينفع. هيحصل سليم انا عشانك حبيبة قلبي انا. ايه يا زوزو؟ كله كويس؟ اه كله تمام. مفيش حاجة ناقصاكي؟ لا لا حبيبي. هترقصوا ولا نسبقكوا؟ لا اسبقوا انتوا، اسبقوا. احنا مش هنرقص. هنرقص؟ هنرقص ازاي؟ هنشوف. يلا برافو. يلا يلا برافو يا زوزو برافو. يلا 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 بينا. يلا بينا. يلا Aguache, bel-ver, aguache, bel-ver, camarão. Aguache, bel-ver, aguache, bel-ver, camarão. Shibabide, shambi, barabarabara, shibabide. Shibarabarabara, shibabide. Baridai, baridai, your love's the rain. But it sure is a song we shout. If it knows only you or I. Agua chibelbe, agua chibelbe, camarada. Agua chibelbe, agua chibelbe, camarada. O shibande shambi para 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 shibande, shi para 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 shibande. Barutai, barutai, barutai. شفتك اهو. ايوه شفتك. اهلا اهلا. ليه؟ عامل ايه انت؟ نورتنا. انا مبسوطه قوي ان انت جيت النهارده الفرح. بقول لك ايه، انا لازم بقى اعرفك على عرايس. ولا اقول لك هعرفك على ماما الاول؟ هقول لها ان انت اجدع واحد شفته في حياتي، ومن غير ما نسمي بقى، عشان ما تقولش ان انا عازمك على فرح اختي وادبسك. ليه انا ادبسك في حزام ماما زي كده؟ بصراحه انا كنت عايزاك تيجي عشان تشوفني في حزام. أنا لازم أمشي. تمشي تروح فين؟ أنا لازم أمشي. في إيه يا عمر؟ عمر؟ أنتِ كويسة؟ هي قالت إنها هتعزم حد، بس هي مش كانت قالت إنها تعرف حد أو بتوعد حد؟ هو ده اللي هي تعرفه؟ قري السود. الله يبارك فيك. مبروك على الجواز. مبروك. هتبقى أب.